استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك في الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، حيث قدم لجلالته المشاركين في المؤتمر السنوي السابع حول الشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل، والذي اختتم عمله في البحرين في وقت سابق اليوم، وأقيم تحت رعاية كريمة من جلالة الملك المفدى بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة الخيرية الملكية، وذلك بمشاركة أكثر من 250 شخصية تعمل في المجال الإنساني في مختلف المنظمات والمؤسسات الخيرية والإغاثية من مختلف دول العالم. إذا سمحت جاءة الملك باسمي باسم الإخوان والحضور الجميع نتشرف الله يطول عمرك بالسلام عليكم وبمقابلتكم في هذا المكان العامر. الحقيقة طال عمرك كجميع أعضاء المؤسسة الخيرية نتشرف ومملكة البحرين ككل تتشرف بدعوة هؤلاء الخبرات ووجوه الخير الحمد لله للقيام والتفكير والعمل سويا تجاه الخير وتفعيل دور الخير والعطاء لكل من هو محتاج من الدول القادرة على المساعدة. والله الحمد يا جلالة الملك أن احنا توصلنا في نهاية هذه اللقاءات والمؤتمر إلى حلول وأفكار جديدة في فعالية الأدوار وسرعة الإيصال المساعدات والطرق الجديدة المتبعة. والله الحمد طويل العمر هالرجال خير من يمثل بلادهم، وأتمنى من السيد أوبراين أنه يلقي بعض من الإيجاز البسيط بعد المؤتمر لكم صاحب الجلالة وهو رئيس منظمة الأوتشا في اليو أن. Well, Your Majesty, thank you very much indeed for welcoming us so warmly with this very large delegation, and we are delighted to have this opportunity. First of all, ثم ألقى السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ كلمة أعرب فيها عن سعادته باستقبال جلالة الملك المفدى له وللوفد، وعبر عن شكره لهذه الفرصة ليتقدموا بالشكر لجلالة الملك المفدى على رعاية جلالته الكريمة للمؤتمر السابع للشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل والضيافة الهائلة لكل المشاركين. ونقل السيد أوبراين إلى جلالة الملك المفدى تحيات الأمين العام الشخصية من نيويورك
وقال السيد أوبراين إنها المرة الثانية التي يزور فيها البحرين منذ عام 1977. أشار إلى أنه حظي بشرف لقاء صاحب العظمة الأمير الراحل عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله تراه، معربا عن اعتزازه بهذه الذكرى، كما أكد أنه اكتسب أول خبرة عملية في حياته في البحرين حيث عمل لدى السيد فاروق المؤيد. وقال أوبراين: نحن شاكرون لك على اتخاذ هذا العب، لقد كانت شراكة رائعة مع المؤسسة الخيرية الملكية، وأعزائي هذا الثناء أعزيه لجهودي حضرتكم بالشراكة مع مكتبي الخاص أوتشا، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ومع OIC منظمة التعاون الإسلامي الإنسانية الممثلة بعدد من الأفراد في هذا الوقت. تمكنا معا من خلق حدث ناجح يحق للبحرين أن تفخر به. كان لدينا نسبة عالية من الحضور. يسعدني أن أقول بوجود صاحب الجلالة بالأمس الذي بدأت الإجراءات بكياسة، لقد سعدنا بوجود هذا التأييد. المواضيع التي ناقشناها كانت القمة العالمية للعمل الإنساني التي أجريت في مايو في اسطنبول، الشباب والنساء، موضوعين من أكبر أولوياتك وأولويات شعبي وحكومة البحرين، وأخيرا العطاء الديني. حضر المؤتمر 250 إلى 300 شخص وهو حضور ممتاز. كانت هناك عدد من الشخصيات البارزة في المجال الإنساني، كانت فرصة مهمة بالنسبة لي للتواصل مع العديد من الحضور، كما وبالتحديد تمكنا من التركيز وبالأخص البحرين التي هي عنصر فعال للقمة العالمية للعمل الإنساني، ألا يكون المؤتمر مجرد حوار، بل أن تتأكد بأن يقوم الذين تعهدوا بالتزامات بالقيام بما تعهدوا به لإظهار مثال جيد للعالم في مجال الشؤون الإنسانية. وللأشخاص الذين يحتاجوننا بشدة ويمتلكون القليل وتعرضوا فجأة للمناصب، أنا سعيد بالإضافة لعدد من المجتمعات بأن يكون لدينا شبكة للتواصل بفضل رعايتكم الكريمة. سنحرص على أن يعلم الناس على الفرص التي توجد لدينا على الجانب الإنساني. البحرين ودول الخليج يعيشون في منطقة فيها تحديات، ولكن يوجد فيها فرص جديدة هي حائزة على انتباه العالم. هذا المؤتمر يعطينا الفرصة لنؤسس شراكة ستساعدنا جميعا. شكرا لكم جميعا. هذا ما قاله السيد أوبراين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي جلالة الملك المفدى، ليس بغريب أن أشكركم وأنا أقف بين يديكم، فأنتم أهلا للشكر والثناء، وأنا الذي أتلقى الشكر من الناس لوصله لجلالتكم يوميا لما تقومون به من أعمال خيرية وإنسانية ومشاريع مفيدة جدا لآلاف المتضررين تعدت حدود مملكتنا الغالية لتصل إلى أقاصي الدنيا. لا أريد أن أضيف على ما قاله داينامو العمل الخيري، واللي عمل الخير في قلبه مثل ما وضحت لي طول العمر على سمو الشيخ ناصر، ولا على كلام سيد أوبراين عن نجاح المؤتمر اللي كان فعلا مميز بتعاون الجميع. نشكر كل المنظمين طبعا، على رأسهم رعايتك الكريمة للمؤتمر، عدد المشاركين أكثر من المتوقع، أوراق العمل أكثر من الرسمي، كانوا جايين ناس بأوراق بحقائبهم ودهم يساهمون، واجتماعات الجانبية مثل ما تفضل سيد أوبراين، وتشجيع من الجميع اللي أمامك طول العمر، كل واحد تحته ملايين من الناس اللي يساعدهم ويدعمهم، كلهم مؤسسات كبيرة وجبارة، إن نجمعهم على أرض الخير هذا شيء رائع. بس إلا أريد أقول شيء، طال عمرك قبل 5 سنوات يوم بدأت أزمة سورية طلبت مني أن أروح إلى الأردن والحدود السورية لتقديم المساعدة، ورحت يوم الاثنين رجعت 3، قلت عملت اتفاق تنذكر الشيخ أحمد لشراء مواد $1,000,000 للاجئين اللي كانوا يتدفقون، أنا موجود على الحدود. يوم جيت قلت لا، الأردنيين كرماء ما راح ينقصهم أكل، بس أبغي مدارس، فحاولنا نقنعك أن المحل مو للمدارس على الحدود وفي البر، فأصريت رجعت يوم الخميس وأردت أعلن يوم الأحد في البرلمان،
كان عندنا 48 ساعة أيمن المفلح موجود، اجتمعنا مع وزير التربية الأردني مع اليونيسف مع المقاول في 48 ساعة حسب توجيهات والموافقات الهاتفية مع سمو الشيخ ناصر. في 48 ساعة وقعنا الاتفاقية وبنينا 4 مدارس تحتضن الآن 9000 طالب في 21 يوم، رقم قياسي بأي درجة. لا يمكن أن ننفذ هاي الشيء لولا رؤيتكم الحكيمة القوية. إلا الآن شفنا نتائجها، وملاك اللي راح تتكلم قصة نجاح وهي تمثل آلاف الطلاب والطالبات اللي نجحوا في مدارسكم في الأردن يدل على نظرتكم البعيدة. فأنا أعتذر لو أنا كان رأيي غير صحيح في البداية، بس مقتنع أن لازم دائما نتبع كلام البوس. And your idea was a stroke of genius مثل ما يقول ستيفن أوبراين. Thank you sir. مرحبا سيدي الملك، أنا طالبة سورية كأي طالبة في مخيم الزعتري. وصلت لأرض اللجوء بلا كتب بلا دفاتر بلا قلم أتكئ عليه للوصول إلى حلمي، ولكن قوة الإرادة هي التي كانت تدفعني للخروج من ذلك الصندوق الذي ربما تحولت حياتي إليه آنذاك. بعيدا عن التفاصيل، أشرقت المدرسة البحرينية في مخيم الزعتري فكانت أشبه بحلم أو رحلة لاكتشاف الذات بالنسبة لكثير من الشباب والأطفال الذين فقدوا الأمل بالوصول إلى شاطئ الأمان من خلال العلم والتعليم. فكانت هذه المدرسة بمثابة السفينة التي تجاوزنا بها مرحلة الخلل في التعليم. احنا شاكرين لحضوركم معنا في بلدكم، بل احنا اللي حاضرين معاكم الحقيقة في البحرين. انتوا أهل وأصدقاء وربع، وقمتوا بأكثر الحقيقة من اللي طلب منكم، وهذا نتيجة ضمائركم الحقيقة الحية ومشاعركم اتجاه إخوانكم وبناتكم وأبنائكم في مختلف أصقاع المنطقة والعالم. فيعني تجمعكم والاتفاق على برنامج يؤدي إلى النجاح في موضوع التعاون وإيصال الأمور إلى المكان اللي يجب أن تصل إليه، هذا من أهم الأهداف. فشكرا على الحضور وعلى تداولكم لأمور الخير والنظرة الإنسانية. نشكر هيئة الأمم كذلك والأمين العام ورئيس المنظمة على يعني حضوره ومساهمته وصبره وجلده على هذا العمل. الإنسان متابعته للأمور الاعتيادية في مكانه فيها نوع من التعب والصبر، فكيف العمل في مناطق فيها الوعر وفيها البعد وفيها التعب؟ لكن سبحان الله الأمور هذه تعطي الإنسان دافع أن يعمل. أخ مصطفى السيد ما يقصر، وين ما يجيه الأمر يتوجه، وأحياناً ترى هو ما يجيه أمر، هو اللي يطلب وهو اللي يتطوع إلى هذا العمل ويروح. راح مناطق كثيرة الحقيقة وزار مناطق كثيرة وساهم مساهمات بأفكاره وبعمله كثيرة. على كل حال أهم شيء وهو مبتسم، فهذه البسمة هي قوة الحقيقة لكل من يريد العمل في هذا المجال، لأن المناظر والمواقف والحالات اللي يشوفها الإنسان ما هي بسيطة، فيتطلب منه الحقيقة أن يتقبل هذه الأمور بنفس طيبة وبشعور طيب
وطبعا انه لما يكون هدفه ونيته انسانيه فلا شك بيكون سعيد انه يقوم بهذا العمل. يعني ما لنا هدف اخر، لا هي دعايه ولا هي تجاره ولا هي اي شيء اخر، بل هي خدمه لله ولابنائنا والبناتنا اللي يعزون علينا على كل حال. واليوم العالم اصبح يقال قريه، متقارب بالاتصالات والمواصلات، فاللي يحدث في أقاصي العالم كأنه حادث عندك. نسمع عن حوادث ومشاكل تحدث مثلا في آخر العالم، نتألم من حدوثها لأن سمعنا عنها وشفناها. وطالما أن الله مرهي على الإنسان أنه يقوم ويساهم، فليش لا يساهم؟ هذا أجرها عظيم عند رب العالمين. وهي كذلك فرصة زيارتكم للبحرين لكم تطلعون على أمور بلدكم، وإذا عندكم وقت تتعرفون على المنجزات. فالمنجزات منجزات أهل البحرين يعني في كل مجال ما هي بسيطة، منجزات تدل على أعلى مستوى ممكن أن يكون في أي دولة متحضرة. والأساس والسبب هو التعليم. فلذلك لما أخ مصطفى تكلم عن التعليم وعطينا أولوية بالنسبة للمخيمات، فهو لأنه الأساس في الواقع في كل شيء. فالبحرين اليوم يعني احنا نفخر بأن 63% من النساء في البحرين خريجات جامعة، 63%، والباقي ترى دارسين، يعني مو بأنهم مو بدارسين، ويمكن بعضهم بعد شهاداتهم اللي من الحياة أعلى من الجامعة. وتشكل النساء يمكن 53% من موظفين الدولة الحكومة، 53%، وهذا شيء جيد الحقيقة. ما أعتقد في دولة في العالم وصلت هذه النسبة، ما أظن. وفي القطاع الخاص العمال التجارة تشكل 40% المرة تعمل لابس الأوفرهول، تشتغل مع الناس وماشي. فهذا مجتمع متطور جدا، وأكبر دليل على تطوره إن نوضع هدف لأن المغرض ما أعتقد بيستهدف دولة فاشل، وهو يريد يفشل الدول. فلما يستهدف الدول الناجحة، هذا أكبر دليل أنها هي ناجحة. إنجازات أهل البحرين بقوانينهم وبإدارتهم لشؤونهم وباتصالهم، ولكن من بعد الله الفضل لكم، لكم أنتم كأصدقاء كأخوة كدول بعد تعين. لكن زين في الأمر أن الشيء القليل يبين في البحرين، فإذا دعمت دعم معين في أي اتجاه سواء تجاري أو اقتصادي من الأشقاء أو غيره، وسلم في الأيادي الأمينة الموجودة، تطور الدعم إلى شيء مفيد على الأرض. وهذا اللي يحدث في البحرين، يعني هذا يعني ما يضيع الشيء مع السيل، لا يثبت. الأساس مرة أخرى هو التعليم. وأنا أعتقد مرة أخرى عن المرأة، المرأة في الانتخابات هي أكبر كتلة انتخابية في كل الانتخابات اللي مررنا فيها،
طبعا ما كثير من النساء انتخبوا، لكن اللي انتخبوا أكثر عدد نساء، يعني أعتقد 57%، 57% من الكتلة الانتخابية نساء. والكتلة الانتخابية اللي في البحرين هي أكبر كتلة انتخابية في المنطقة بما في إيران كنسبة. فيعني شو تسوي دولة ما تريد النجاح للبحرين إلا أنها تحاول توقف النمو والتطور اللي حادث؟ مثلا البطالة 3 شوي، يعني فاصل شوي في المئة، يعني هذا هي ما موجود، يعني في 3 هذا الموجود من بطالة، واللي عاطلين عن العمل أو بعد فيه لهم رواتب. لكن الحمد لله لما صار هذا البرنامج ما زاد العاطلين عن العمل بسبب الرواتب اللي ضد البطالة. والنمو الاقتصادي اليوم من جهد الناس وليس، يعني يمكن 4 بين 4 و5%، في أمريكا يحاولون 0.5% يزيدون أو 1%. هذا النمو الاقتصادي، هذا مو بشغل حكومة، هذا كله مجتمع، شراكة مجتمعية كلها اللي تتكلمون عنها، الشراكة المجتمعية ليست إنسانية فقط ولكنها العمل أساسا، إذا ردت على التكافل والمحبة والاحترام. وذي العرب والله حتى أفقر الناس عندهم مبادئ وقيم أكبر من كل اللي يقولونه في العالم، لكن الشراكة في الخير، الشراكة في النمو، الشراكة في التطور، هذا اللي صاير اليوم عندنا. والحمد لله الجميع توفق، لأن الجميع مدعوين للمشاركة وليس مجموعة معينة، الكل، يعني الرجل والمرأة والشاب والشابة والبحرين، التعايش اللي فيها والتسامح اللي فيها مشهود له يعني من مئات السنين في الواقع، يعني مو بتو اليوم، مو في وقتنا، من قبل، لأنه البحرين يعني كانت تسمى ميناء العالم، هي كانت تربط ما بين حضارة الرافدين والسند ويسمونها دلمن، والسفن والعالم والحضارات كلها تمر على هالموانئ، واللي يعجب المقام يجلس. ففي الواقع يعني المهاجرين، وهذا من أسباب النجاح ولله الحمد، الهجرة مو من البحرين للخارج، الهجرة من الخارج للبحرين، يعني هذا اللي يحدث اليوم. فيمكن أنتم لاحظتوا هذا الشيء كونكم مسؤولين عن لاجئين، البحريني يحب بلاده، والأجنبي اللي يعيش بين البحرين البحرينيين بعد يحبهم ويحب البحرين. فاليوم عندنا يعني، وفي الخليج يعني، اللي يدلك أن نسبة اللي هاجروا الأجانب في دول الخليج أكثر من الشعب نفسه، هذا دليل أنهم حابين المستوى الدولي اللي وصلت له منطقة الخليج. كيف لا تستهدف والناس في مشاكل؟ الله إن شاء الله يصلح الأمور.